ايوه جاي. رس على شيشه. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا معلم تيتي؟ زي الصح اخبارك ايه؟ اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا منور، وحشتني والله يا معلم تيتي. انت اوحش حبيب قلبي. ايه اوحش ليه؟ انت فاكرني بهزر؟ والله يا معلم تيتي انت ما تعرفش غلاوتك عندي. طب قول له يلا يا رمزي انا بقول عليه ايه. لا دول انا ما بحبش انقل الكلام. يا دين الكلام يا ده حاجه كويسه. اقول يا ده رمزي انا بقول ايه على المعلم تيتي؟ دول بقى يا عم بيقول عليك انك معفن ورمه ودون. ايه ولا ولا انت بتقول نص الكلام؟ انا قلت معفن ورمه ودون وجدع. وانت اصيل ورمه وواطي وضربان جدع. ربنا يخليك يا معلم تيتا، انا عارف ان انت بتحبني طبعا، يعني اهلا وسهلا. أهلاً. خش في الموضوع. حاضر هخش في الموضوع. هو صراحة يا معلم يعني انا اشتريت اوضة نوم جديدة يعني. مبروك على الارض. معلم تيتي ده دمه زي العسل، مش انا بقولك كده؟ لا ما قلتلكش. طب دي زودها عندك. ها انا فعلا يا معلم تيتي نايم على الارض دلوقتي خالص يعني. يا دولا انت عمال تلف وتدور في الكلام، تلف وتدور في الكلام. يا دولا اسهل طريق للوصول للهدف الطريق المستطيل. ده على اساس ان بيقول الكلام ده شبه منحرف يعني. بص يا معلم انا هخش على الموضوع. انا محتاج منك يعني 2000 جنيه عشان اكمل تمن اوضه النوم، لاني صراحه يعني الظروف كانت صعبه وما قدرتش اكمل فلوس من عندي يعني. برغم انك مالكش امان والواحد ما اعتمدش عليك في حاجه، لكن نمن انا هطلع احسن منك. الله عليك يا معلم تيتي، هي دي الاصاله يا دوله، هي دي. بص اختار الطريق قبل الصديق. الكلام ده لو بصاحب سواق ميكروباص. ده المعلم تيتي يلا، ولا مالكش دعوه انت بالموضوع ده خالص. انت تعدي عليا بكره في المحل تشرب شاي وتاخد ال2000 جنيه. طب ما يعني يا معلم نختصر الوقت، بدل ما اعدي عليك واقعد اشرب شاي، ما نشرب الشاي هنا وبكره اخد الفلوس واتكل على الله على طول. ماشي نشرب الشاي هنا. ماشي ولا بدوي. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. بيتك يعني بتكسر في البازار وجاي كمان في الورشه بتكسر، ما تهمد يلا اهمد. صباحك ممسمر يا معلم موسكي. انا احب السلام المدقدق ده. الحمد لله يا معلم موسكي، بقى احنا لقينا اخيرا اللي يسلفنا. يلا يلا جاي تفضحني يلا. يسلفنا ايه؟ مش بكبرك يا دولة. انت كده بتكبرني. هكبرني ازاي؟ هتصبغ لي شعر ابيض؟ حلو. ايوه يا جماعه جايين في ايه؟ عشان انا تعبان بصراحه. صراحة يعني يا معلم احنا جايين لك عشان موضوع الاوضه ومجهزين الفلوس اهي، وادي ال 12000 جنيه اهم. انا قلت 12000؟ انا بلساني ده قلت 12000. ما انت بتتكلم بلسانك، امال هتتكلم بايه يعني؟ على فكره دول انا بتكلم ساعات معاك مش بلساني. امال بتتكلم بايه يعني؟ يعني طول الفتره اللي فاتت دي بتخدعني؟ كنت بتتكلم بايه طول الوقت ده؟ بحرك بس بقى كده وبكرر. يا عم خلصوا عشان خليكم معايا انا. انتوا جايين ليه؟ جايين عشان اوضه النوم وادي 12000 جنيه زي ما انت قلت لنا. الكلام ده انا قلته امتى؟ قلته اول امبارح. يعني من يومين. اسعار من يومين غير اسعار النهارده. يعني ايه معقوله في يومين تكون الحاجات غليت يعني يا معلم موسكي؟ ابا الخشب غلي وكل حاجه بتغلى، الغيره غلي والغيره كمان غلي. عشان كده بقى ما قلتليش صباحك مغري. الخامات كلها عماله تغلى. دولا احنا لازما بقى نغلى احنا كمان. بقى نغلى احنا كمان ازاي يعني؟ زود لي مرتبي يا دولا، زود لي مرتبي. ولا ايه اسم ايدي ولا ايه؟ هتاخد مرتبك غصب عنك. المهم يعني معلم موسكي الاوضه دلوقتي بكام؟ في اللحظه دي يعني 13000. 13000 جنيه؟ عد عد عشان ما توقعش الخشب. غبي. يا معلم اهلا وسهلا. بص اهو ال 13000 جنيه وادي ال 1000 زياده اللي عليهم اهو، بقوا كده 13. يعني كله كام؟ كله على بعضه كده اهو يبقوا 13000. يعني طلعت من بقي انا من لساني ده. ايوه طلعت من بقك انت. انت ليه يعني دايما حضرتك ما بتحتفظش بالكلام؟ الكلام بيطلع من بقك ويرجع تاني جوه بقك. سيب الكلام يطلع بره يتهوى ياخد نفسه شويه. ايوه ولا كلام يعني الليل مدهون بلاستيك. بلاستيك ايه اللي مدهون بالكلام؟ ولا انت اي هزه جاي فيها ما تنطقش خالص. دلوقتي يعني يا معلم موسكي عايز اعرف بقى الاوضه دي تمنها كام بقى دلوقتي؟ ايوه 13 ونص. 13 ونص؟ يا اخوانا مين هيسلفني تاني؟ اذا كنت انتوا ناويين يعني تغلوا كل شويه يعني البضاعه، يبقوا وفروا لنا حد يسلفنا يعني. يا جماعه الاسعار غلت،
اتكلم انت قول. الازاز غالي والجملكه غالت والصنفاره غالت والدهان غالي والمقابض غالت والمسامير غالت والصواميل غالت. ماشي، كل الحاجات دي ايه علاقتها بان الاوضه تغلى؟ الله، ابص جالك اللي هيسكتك. اسالهم بقى شويه اسئله من دول، سكتهم لي يا ده رمزي. خش بغبائك بقوه. هلا كده يبقوا 17 بالتمام والكمال. كده يبقى فاضل 500 جنيه حسب التوقيت المحلي للمعلم موسكي النجار. على فكره بقى احنا وقعنا فريسه في ما بين فك الاسعار وارتفاعها الزائد الملحد. ايوه بس ما هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ بابا عايزه ايه يا ياسمين؟ عايزه بقيت مصاريف المدرسه. ليه ليه ليه؟ ما انا مديك امبارح ظرف فيه فلوس يا ياسمين. طيب يا ماما صح، بس مصاريف المدرسه زادت يعني. ايوه اكيد طبعا بقى، التباشير غلي والسبوره غليت والورق والفسحه، اكيد الفسحه غليت. ادفع بقى يا عادل، لان العلم اهم بكتير قوي من الملل. يا سلام، العلم اهم من الملل. والله هنفضل طول عمرنا نستفيد من ارائك دي يا رانيا. اتفضلي يا ستي، هضطر بقى اخد من الفلوس بتاعه الاوضه. خد يا ياسمين ادفعي الفلوس بتاعه المدرسه. ايوه يا بابا، بس دول كتير قوي. ما انت اكيد على ما تروحي بكره تدفعي الفلوس هتكون المصاريف زادت. اللي انا واصلني منك كام لغايه دلوقتي يا معلم تيتي؟ 3000 جنيه. طب ما ايه رايك بقى نخليهم 5000 جنيه عشان نخلص موضوع اوضه النوم ده؟ غالي والطلب غالي. انا مش فاهم يعني، انت وافقت ولا ما وافقتش؟ ما وافقتش طبعا، انا فلوسي مدورها في السوق، لان لو ركنتها ربما قيمتها تقل والحاجه غليت. شوف ازازه الزيت بكام. على رايك والله يا معلم تيتي، كل حاجه غليت فعلا. وانت عشان تشتري اوضه النوم مش لازم تحوش، انت الفلوس اللي معاك تشتري بيها حاجه، تيجي تشتري اوضه النوم تبيعها قيمتها تغلى، ولا غلط؟ يا سلام، الله ينور عليك. والله لا، وانت عمرك تقول حاجه غلط يا معلم تيتي، صح الكلام ولا بدوي؟ ايوه جاي. نعم يا استاذ عادل. شوف لنا حساب الاربع شاي كام. اربع شاي 8 جنيه. 8 جنيه ليه؟ ما الكوبايه كانت بجنيه ونص. ما الانابيب غليت والسكر غلي والشاي غلي والميه السخنه كمان غليت. حتى الميه السخنه غليت، خلاص بعد كده ابقى اعمل لنا الشاي على ميه بارده بس تثبت الاسعار. اشتري ايه؟ اشتري ايه؟ ولا يا رمزي تفتكر ايه الحاجه اللي ممكن اشتريها وابيعها بعد فتره اكسب منها؟ بص يا دولا يا عم اسمع، انا كانت عندي دي الفكره دي بس مكسوفه اقولها لك. قول. بص يا دولا، احنا بقى نشتري بالفلوس اللي انت محوشها كلها اكبر كميه تلج ممكنه. دولا بقى نقوم مخزنينها نون في البازار شهر واحد بس، عقبال لما الصيف يجي نقوم بايعين بقى ونكسب. نبيع ونغرق. التلج ايه اللي هنحطه في المخزن؟ بس يلا، انا غلطان ان انا بسالك، انا فاكرك بني ادم عادي يعني زينا. دولا انا اسف يا دولا، في فكره تانية على فكره هقولها. مش عايز حاجه. لا فكره ده كده هنا. دولا بقى اخلص. بص بقى دولا، احنا نشتري بالفلوس اللي انت محوشها كلها اكبر بقى كميه جرايد بتاعه النهارده شهر واحد. لو هتقرا هتبقى في العلال شهر واحد، يعني نشتري جرايد النهارده ونبيعها بعد شهر. بس يلا ليه يا دولا؟ ده تكسب ذهب يا دولا. ذهب؟ تصدق ايه الفكره؟ هو الذهب، الوصول لاوضه النوم عن طريق الذهب. الله 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 الله، صوت الذهب برضو حاجة تانية خالص. اهو الذهب ده بقى مش هو اللي هيجيب لنا اوضه النوم وبس، لا ده هو ده بقى اللي هيجيب لنا عفش الشقة كله. الله يا عادل، يعجبني فيك فكرك الاقتصادي ونظرتك الاستبعادية للأمور. استبعدي ايدك من هنا. بتشك فيها يا بيبي؟ انا اشك في صوابع ايدي. وبعدين لعلمك يعني اللي اتلسع من اوضه النوم ينفخ في البتاع دي المرتبه. طب قولي بقى، امتى هنبيع الذهب ده ونشتري اوضه النوم الجديده؟ لا مش هنبيعه الا لما سعره يعلى يا ماما. استني. الو، ايه يا رمزي؟ ايه زاد جنيه ونص؟ الجرام زاد جنيه ونص؟ متاكد؟ طب لا مش هبيع، اتقل على الرز. انت مالك؟ مش هبيع. اقفل يلا. سلام. طمني يا عادل. زاد جنيه ونص، ده كويس قوي. كده بقى ان شاء الله هنجيب الاوضه واحنا مرتاحين يا ماما. ان شاء الله. استني. ايه يا رمزي؟ ايه؟ زاد نص جنيه كمان؟ معقوله؟
لا 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 مش هبيع مش هبيع. انت مالك يا غبي انت مالك؟ اقفل 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 يلا سلام. غلي تاني؟ غلي تاني نص جنيه. بصي انا ممكن اغير لك الحمام كمان. الو ايه غلي تاني؟ حلو 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 كده بقى ممكن اغير لك المطبخ. مبروك يا عادل مبروك عليا. الله يبارك فيكي. ها الو الله 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 وجن 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 وجن. قولي بقى المرة دي هتغيرلي ايه؟ احتمال اغيرك انت شخصيا.